بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية أطفال الرمكة النموذجية الصف الأول، معكم مس روبا كراسمي. اليوم عندنا حرف جديد وتجريد جديد من حروف اللغة العربية. خلينا يا أول نبلش بالقصة عشان نشوف شو حرفنا. خلينا نسمع ما الحرف الذي تكرر في أكثر كلمات القصة. ذهب معاذ مع والده إلى الحقل. شاهد معاذ حقولا صفراء كالذهب. سأل معاذ والده: ما هذه الحقول يا أبي؟ قال الأب: إنها الذرة يا معاذ. قال معاذ: شكلها لذيذ يا أبي. خلينا نعيد يا أول، اسمع الكلمات اللي نذكر فيها حرف. في كلمات كثير نذكر فيها حرف، حرفنا اليوم. يلا يا أول منعيد، خلينا نشوف شو الحرف اللي نذكر كثير في الكلمات. ذهب معاذ مع والده إلى الحقل. شاهد معاذ حقولا صفراء كالذهب. سأل معاذ والده: ما هذه الحقول يا أبي؟ قال الأب: إنها الذرة يا معاذ. قال معاذ: شكلها لذيذ يا أبي. شو يا أول الحرف اللي انذكر كثير وجديد علينا؟ يا عيني عليك، حرف الذال. حرف الذال وهو أخو حرف الدال، أخذناه بالفصل الأول صح، بس حرفنا اليوم له نقطة. يلا يا أول خلينا نشوف الكلمات اللي ذكر فيها حرف الذال. ذهب معاذ كالذهب. كمان يا أول: هذه الذرة لذيذ. طبعا معاذ متكرر أكثر من مرة يا أول. إذا الكلمات اللي ذكر فيها حرف الذال: ذهب معاذ كالذهب، هذه الذرة لذيذ. خلينا نشوف هسه يا أول، نستخرج حرف الذال منها ونشوف شكله اسمه وصوته. بعد يا أول ما استخرجنا الكلمات من القصة التي تحتوي حرف الذال، خلينا نكتب عنوان درسنا اليوم وهو تجريد حرف الذال. إذا أول معلومة عن حرف الذال، هو من أبناء الشمسية والأل الشمسية، تكتب ولا تلفظ، والحرف الذي يليها يأتي مشدد. إذا حرف الذال من أبناء الشمسية. خلينا نشوف يا أول الكلمة الأولى التي ذكر فيها حرف الذال: ذهب. ذهب، تحليل صوتي ذهب، ثلاث مقاطع خلينا نقطعها زي ما بلفظ بقطع. ذهب ذهب. خلينا نيجي هون على كلمة الذرة: الذ الذرة الذرة. هنا الأل لا تلفظ، بقفز دائماً على الأل. طب هون لأنها أل شمسية يا أول، وإحنا ذكرناها يوم نحلل الشدة، ذو، هيني قطعتها، ها زي ما لفظت الأل كتبتها لأنها شمسية، لازم أكتبها بس ما ألفظها. الذرة، فصلت الشدة عن بعض لأنه الذو عبارة عن إذ ساكنة وذو عليها ضمة، الإذ الساكنة مسكت بالأل صاحي أول والذو ظلت لحالة. الذرة. خلينا نقطع لذيذ صوته، صوتي عذرا، لا ذي ذن، لا لا ذي ذن، مقطع مد قصير، مقطع مد طويل، مقطع مد قصير، مو ع مقطع مد طويل، وذن مقطع مد قصير، معاذن. إذا هاي تحليل الكلمات يا أول اللي وجدناها في القصة. هسا بدنا نتعرف يا أول على شكل حرف الذال. خلينا نشوف كيف نكتب حرف الذال على الخط اللي بيجيني بالسطر، او السطر اللي بيجيني بالدفتر او بالامتحان، ورقة الامتحان. شوف عندي اول جاء حرف الذال في كلمة ذهب. ذهب
بداية الكلمة. جاء جالس على السطر يا أول وإله رجل صغيرة على كفه، بدوش يمسك بحدا، ما بده يمسك بحدا، ما مسك بحدا. ليش؟ لأنه ممتازين حرف الرفاس. إذا حرف الذال حرف رفاس، حرف الرفاس. يوم نشوف الذال بنتذكر أخوه حرف الذال اللي بيشبهه، بس هذا الحرف شو إله؟ نقطة فوق رأسه. هيا يا أول رجله هيا كافة شوي، بدوش يمسك بحدا، ما بده يمسك بإيده حدا، خلينا نعتبرها إيده لأنه إحنا بنقول ماد إيده الحرف المسكين، هون مش ماد إيده، كافة شويها يا أول عشان ما يمسك بحدا. إذا حرف الذال جاء جالس على السطر، كفر إيده يمس وفوقيه نقطة. خلينا نشوف كلمة أذو. أذو لفظ في وسط الكلمة، جاء في وسط الكلمة، نفس الإشي يمس، قاعد على السطر وفوقيه نقطة وكاف إيده ماشي يا أول، كاف إيده ما بده يمسك بحدا لأنه رفاص. باجع كلمة لذي ذن، لذ لا ذي ذن، اللفظ يمس بوسط الكلمة واللفظ بآخر الكلمة متصل نفس الشكل، قاعد على السطر وكاف إيده. كلمة معاذ، معاذ جاء في آخر الكلمة منفصل، قاعد على السطر وفوقيه نقطة وكاف إيده. إذا حرف الذال له شكل واحد في أول الوسط، في أول الكلمة عذرا، وسط الكلمة، آخر الكلمة متصل، آخر الكلمة منفصل. إذا حرف الذال له شكل واحد، له شكل واحد. إذا اليوم حرفنا حرف الذال صوته إذ، شو صوته؟ إذ. حرف الذال صوته إذ، ما صوته؟ إذ. اسمي ذال صوتي إذ. وكم شكل له؟ شكل واحد، وقلنا عنه من أبناء الشمسية، وهو حرف رفاس. يلا يا أول أغنيتنا. أنا حرف الذال صوتي إذ، أنا حرف الذال صوتي إذ، لي شكل واحد، لي شكل واحد، وأنا حرف الرفس، وأنا حرف الرفس، وأنا من أبناء الشمسية. حرف الذال صوته إذ، حرف الذال صوته إذ، اسمي ذال صوتي إذ. يلا يا أول معاي، يلا نقول لماما حرف الذال صوته إذ، اسمي ذال صوتي إذ، لي شكل واحد، لي شكل واحد، وأنا من أبناء الشمسية. حرف الذال صوته إذ. إذا اتعرفنا أنه حرف الذال من أبناء الشمسية له شكل واحد يا أول، وهو حرف رفاس، وهو حرف رفاس. بعد يا أول ما تعرفنا على شكل حرف الذال، اسمه وصوته، وهو من أبناء الشمسية، رح نكتب مع حروف المد الطويل الآ الأو الإي، ومع الحركات المد القصير الأه أو إي. وقلنا السكون ليس لها صوت، بدنا نكتبه مع تنوين الفتح الآن، ومع الأون تنوين الضم، ومع الإن تنوين الكسير. قلنا حرف الذال له شكل واحد، بقول عنه إذ رفاسة، إذ رفاسة يعني ما بتمسك بحدا. يوم أقول الإذ معاها آ، شو بنلفظها؟ ذا، إذ آ، ذا، إذ أو، ذو. شايفيني أول ما مسك لأنه رفاس، إذ إي، ذي، إذ إي، أنا قاعد بمدن، ذي. الحركات شكل واحد، ما رح أتخربط أنا، مع الفتحة ذا، مع الضمة ذو، مع الكسرة ذي، ومع السكون يا عيني عليكم إذ، مع السكون إذ، إذ وشد وفتحة إذ، إذ، إذ وشد وضمة إذ، إذ، إذ وشد وكسرة إذ، إذ، إذ وشد وآ، إذ، إذ وشد وأو، إذ، إذ وشد وإي، إذ. ذه أو، ذه، مع الأو،
ذو، ذه مع الأي، ذي. شايفين يا أول ذي؟ هسه تنوين الفتح بيجي قاعد على عصاي أول وما بمسك بالإذ لأنه الإذ رفاسة. ذن، إذن، ذن. تنوين الضم على الشكل الأخير وهو شكل واحد حرف الذال. ذن، إذن، ذن. تنوين الكسر، إذن، إذن. قلنا حرف الذال من أبناء الشمسية، من أبناء الشمسية. خلينا نشوف مع الأل الشمسية أول كيف برفضه. آ و إل أل و إذ أذ. آ و إل أل و إذ. خلينا نظبط هاي أول. أذ أذ. آ و إل أل و إذ أذ أذ. هسا مع الآ والإل والأ. آ و إل أل أ الأ و إذ الأ. آ و إل أل أو الأو. إذ الأذ. آ و إل الإي الإي وإذ الإذ. شايفيني أول كيف؟ سهل كثير. خلينا نشوف الأل ال. ها لا ما لفظت الأل، كتبتها ما لفظتها، باللفظ بقفز عنها لأنها شمسية. الذ الذو الذي. وهنا الأذ ما مسك الإذ من هون يا أول لأنه الأه رفاسي. خلينا يا أول نرجع نقرأهن مع بعض بصوت عالي. يلا يا مس، يلا حبيبي. إذ رفاسي، ذا ذا. أول عيد معاي. ذو، ذي، ذي، ذا، ذو، ذي، إذ، 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 ذو، ذي، ذن، إذن، ذن، إذن، ذن، إذن، أذ، أذ، أذي، الأذ، الأذ، الإذ. إذن ها هي أول مقاطع حرف الذال. سهل كثير يا أول، ولا تنسى حرف الذال مشان أميز أني عن حرف الدال. لازم يكون فوقيه شو يا أول؟ نقطة لازم تعلمها. بدي أعيد قدامك، ها لازم نعلمها، نشد عليها مشان ما أقرأهوش حرف الإد. إذا ما شفتش النقطة بدي أقرأ حرف الإد، ما رح أقرأ حرف الإد يا أول. فهمنا يا أول؟ الله يرضى عليك ويا مس. هسا يا أول بدنا نعمل كلمات ونشوف كلمات فيها حرف الذال. خلينا نبلش بكلمة مثلا عذاب. عذاب. عندنا كمان كلمة ذاب. ذاب. ذي. ذي. راع. ذراع. كمان يا أول في كلمات مثل كلمة هذا، هذه، أو هذا، عذرا، أو ذلك، ماشي، أو تلك. أول هذولا يا أول بدك تعرف أني مازال ما طرقنا لين بحرف الذال، بدك تعرف لي كلمة هذا، هذه عذرا، هذا، ذلك. في هون آ مخفية، آ مخفية، أني ما بكتبها بس بلفظها. ها اقرأ لي هاي. هذه، هذه، أني ما في هون آ، هي لازم يجبش أكتبها ها ذي هي. لا يا مس، الآ بخفيها ماشي، عشان إذا مرت عليك بالإملاء يا أول. هذه، هذا، ذلك، الآ بخفيها ما بكتبها، اتفقنا يا أول؟ طيب كمان كلمات. ذباب، ذباب. كمان عندنا كلمة ذكي، 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 ذكي. برجع بقول بعيد بتعلم نقطة حرف الذال. كمان عندنا كلمة يا أول مذيع، مو، 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 ذيع، مذيع، مذ، مي، إذ،
مذياع مذياع عن مذياع عن. كمان عندنا شو كمان كلمة أول؟ نافي نافي ذه نافذة تون نافذة تون. عندنا كلمات كثيرة يا أول لو فكرنا فيها فيها حرف الذال يا أول. برجع بعيد يا أول قبل ما أخلص الحرف، إنه هذه هذا ذلك في آ مخفية أنا بلفظها وما بكتبها، ماشي يا مس؟ هيك كتابة هذه هذا ذلك، ماشي يا مس؟ خلينا نرجع نقرأها مرة ثانية. أول الكلمات عذاب ذابح ذراع هذه هذا ذلك ذباب ذكي مذيع مذياع نافذة. إذا يا أول هاي بكون حرفنا لليوم حرف الذال، جردناه وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من هاي الحصة، ويعطيكم العافية أول بلقاكم بالفيديو القادم إن شاء الله.